نوريك حبيبتي شنو صيفط لي راجلي من المغرب مناسبة شهر رمضان الكريم. حاجة رمضان كريم، والله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة، والله يجعلنا نصوموا على أكمل وجه إن شاء الله. غنقلب الكاميرا ونوريك شنو صيفط لي. يا أول حاجة صيفط لي هاد البريوات هادو، شوف كيفاش دايرين. شراهم ماشي هو اللي دارهم، هاك صحابكم هو اللي دارهم. واعرين بالقوقو صراحة، وفيهم هكا جنجلان مزوقين بجنجلان. صفت له الشباكية ولا القريوش على حسب كل منطقة كيفاش كتسميه. نورمال. صفت لي هذا المقرط، هذا أول مرة صراحة نشوفه بحال هكا بهاد الشكل هذا يندار. مولفة كنشوفو على شكل لوزونج، على شكل داك معين هكا. ديجا دكت به موحدة صراحة لذات بزاف، جيم بوكو. كيجيو هكا انيقين حسن بديك داك الشكل المعروف ديالهم. شويه صيفط ليا هادو، هادو مخدومين من دايرين باللوز صراحه، لذادين لذادين بزاف. واخا ما كانوش كيعجبوني بكريمي من دوكت، هادو عجبوني بزاف. ما عرف كي كيسميهم، واش هادو هما رزة القاضي ولا البلغه ولا ما عرف كي سميتهم. المهم البنات تقولوا لي في لي كومونتير. شويه صيفط ليا هنايا سليو، سليلو يا اختي سليلو. شكون كيعجبو سليلو؟ كيعجبني، ولكن اختي كيضرني قوي بزاف، كيضرني في الاستوما. ما كناكلوش خويا اللي كياكلو. حيت اختي هنا عندنا التمر ديال المغرب مجهوله هادي، واعره اختي هنا ما كنتلاقاش التمر ديال المغرب، كيبيعوها تقريبا في التمر ديال الجزائر. ما كتعجبنيش والمجهوله غاليه، ولكن هادي 50 درهم في كارفور شراها ليا. كنت واحد النهار شتها تما وشريتها وعجبتني، قلت له صيفطها لي واعره غادي نحلها ونوريها لكم كيفاش دايره من داك. هي حبيبتي كيفاش دايره، واعره واعره. نحلها لك باش تشوفي شي وحده من الداخل معسله وزينه وبنينه. سبحان الله، من احسن التمور اللي ذقت في حياتي، وبثمن جد رخيص كما قلت لكم، 50 درهم للكيلو في كارفور ماركت ديال البركان. صافي، والباقي صيفط لي هادو كنيرات كسوساتو عليهم. هنا كاين كنور حلال وكلشي، ولكن اختي غالي شويه. قلت له صيفط لي شي كنيرات صيفطو ديال الحريره وديال الكسكسو، ما كنلقاهمش هنايا بسهوله. واخر حاجه كاين اختي عند الخليجيين، راه دايره بوم، قالت مليحه وكلشي. ايوا اختي قلت لها صيفط لها نجرب واش فعلا مزيانه ولا لا. ولا البنات.